السلام عليكم. بالنسبة احنا الفترة اللي فاتت اتكلمنا على الترانسفير لاين وزاوت بافر ستورج، المرة دي هنتكلم مع حضور الترانسفير لاين وستورج بافر في خزين بيني ما بين المحطات او ما بين الستيجز نفسها. احنا كنا قبل كده ممكن يكون في بافر ما بين المحطات وبعضها، وفي بافر ما بين الستيجز قطاعات المحطات ديت، يعني ما بين كل خمسة بعد كل خمس محطات مثلا، السكشن او القطاع الاولاني واللي بعديه بقى في محط في تخزين بيني. ايه دوره؟ هدفه اساسا يرفع الافيشنسي. الافيشنسي هي مصدر انخفاضها هو الداون تايم، الاعطال اللي بتحصل. طب هنا في الترانسفير لاين ويز نو بافر ستورج بنلاقي ان الورك ستيشنز انتر ديبندنت، يعني معتمده في بينها، فيما بينها معتمده على بعضها، يعني بتعتمد على بعضها. لو في واحده فيهم اتعطلت التانيه تتاثر، دي مشكله كبيره، دي احد اهم عيوب اللي هو خطوط الانتاج، اللي هو النهايه بيبقى الاعطال اللي بتحصل. فلاقي ان عندي في حاله الترانسفير لاينز نو بافر ستورج ما كنش في اي خزين، اي محطه تعطل اللي بعدها هتتاثر، واللي بعدها تتاثر واللي قبلها كمان هتتاثر قبل المحطة اللي تعطل. ازاي ده؟ عندنا بيحصل فيه ظاهرتين عند الاعطال، ستارفيشن ستارفنج وبلوكينج. الستيشن نفسها ستارفنج يعني الستيشن نفسها بتفقد الانبوتس المدخلات، بتعطش، يعني مفيش حاجة بتتضايق، محدش بيديلها حاجة. فطبعا الورك ستيشن مش هتشتغل، هتلاقي ايه؟ هتحول من انبوت لاوتبوت ازاي؟ مفيش فيه اي داخل حاجة، بارتس اجزاء ميكانيكية بتصنعها داخل عليها، او يحصل لها بلوكينج. بلوكينج يعني الستيشن ديت بتنتج واللي بعدها عطلانه، فمش عارفه تودي فين، اللي مش عارفه تودي فين، هتودي فين اذا كان المكنه اللي بعدها مش ما عندهاش المقدره اساسا ان هي تستقبل، لان هي فيها تعطل. فدي حالتين بيحصلوا اثناء التعطل. وجود الاستورج بافر هدفه ان هو قضاء على هذه الظواهر بدرجات معينه، بتفاوت معين، يعني معنى ان انا مش ممكن ان انا ارفع افشنسي صعب ولا انا ارفع افشنسي 100%، مش معقول ان انا كل ما بين كل سيشن تاني احط ستورج بافر، لان ده هيؤدي في الاخر ان كميه المخزون داخل السيستم بتاعي كبيره جدا. ده معناه ان انا دايما احنا قلنا افضل شيء ان البيس تدخل تاخد اقصر وقت ممكن وتطلع بره خط الانتاج وتتوزع على الكاستمر، لكن كون انا بخزن دايما عندي كونستنت نمبر اوف بارتس in work in process، ده معناه ان انا عندي مخزون كبير، السيستم بتاعي inefficient بكل تأكيد. انا لو اضفت بافرز ما بين الستيشنز وبعضها ده هيرفع الكفاءة، بمعنى ان انا دلوقتي لو انا ما بين تو successive work stations، مجموعة محطتين متتاليتين حطيت ما بينهم بافر، الاولانية عطلت اللي بعدها تقدر تشتغل من البافر دوت. طب لو التانية عطلت التانية اتعطلت، فانا ممكن ان انا الاقي ان البفر دوت يستوعب الاجزاء اللي انا هنتجها من المحطه الاولانيه، واذا فبتخلي الاستورج بافر بدرجه ما بيخلي لي بيحول الستيج. طبعا دائما بيبقى في البفر ده بيتحط ما بين ستيجز وليس كل محطه، لا يعني مجموعه محطات كده بحط ما بينها، بتسمى بستيج، ما بينها وما بين الستيج الانكمنج ستيج بيبقى في ستورج بافر. فبخلي لدرجه ما ان المحطات دي تشتغل مع بعضها اندبندنت، يعني ما بتعتمدش على بعضها، ان هي البفر بيعوضها او بيغذيها اثناء التعطل. فهنا طب لو انا عندي خط انتاج الترانسفير لاين ما بينه في بفر واحد، يبقى معناها بيقسم الترانسفير لاين الى تو ستيجز. طب لو كان عندي تو ستورج بافر هيقسمه ستيجز اند سو اون. For any stage line عندي stages in stage، فأنا عندي n minus 1 storage buffer. أنا عندي لو عندي طبعا البفر واحد بيقسمها ل 2 stages، فإذا لو أنا عندي n stage line transfer line أنا عندي، ده معناه إن أنا عندي n ناقص 1 storage buffers. طبعا دوت ما بيشتملش على اللي هو البفر الخاص خزين اللي هو المخزون الخامات رو بارتس ومنتجات تمت الصنع. طيب لو حصل افترض كده ان انا عندي في التو ستيج بافر الترانسفير لاين اون ذا افريج ستورج بافر از هاف فول، يبقى يعني افترض كده ان في عندي تو ستيج ترانسفير لاين. تو ستيج معناها ايه؟ يعني معناها عندي 1 ستورج بافر ما بين التو ستيج وبعضها، الستورج بافر دوت هاف فول. هاف فول يعني الكباسيتي بتاعته ممتلئ نصفيا، يعني جزئيا، في جزء يعني هاف اوف اتس كاباسيتي.
طيب لو حصل ان الفيرست ستيج فيرست ستيج بريكس داون، السكند ستيج هتشتغل، هتستمر في العمل افويدنج ستارفيشن، بتلاقي ان هي بتستمر بدون اي تعطل، ما بيحصلهاش اي عطش، يعني ما بيحصلهاش، ما فيش شورتج بيحصل اللي هو ستارفيشن، يعني يوزنج بارت كولكتنج ذا بافر، بتستخدم بتمشي السكند ستيج بتستخدم ايه البافر ستورج لحد ما الفيرست ستيج تقوم. طب لو كان لو حصل العكس بقى، السكند ستيج بريكس داون، ذا فيرست ستيج كان كونتينيو تو اوبريت because it has a buffer to receive its back. دوت بيعمل avoiding للblockage او blocking اللي بيحصل، لان انا عندي second stage عطلت، فبلاقي ان هنا بتستخدم البفر. خلي بالك ان انا بقول half full، بمعنى لو هو full capacity البفر وحصل ان ال first stage ال second stage عطلت، فال first stage هتودي فين؟ هتودي في full capacity. ففكرة half full دوت دي معناها ان انا ايه، بيديني flexibility ان انا في حاله التو ستيجز في حاله الاطار. اذا فان مش حاجه جميله، ان يعني مش شيء عالي الكفاءه ان انا احتفظ ببفر ببدا بيه بفول كاباسيتي، ان انا عندي اي عطل بيحصل بيؤدي في الاخر بلوكج. انا عندي مشكلتين، الستارفيشن اللي هي العطش، عطش اللي بيجي لاحد ستيجز من ما عندهاش بارت تشتغل فيها، والبلوكج ان هو الاعاقه اللي بتيجي على البارت دوت نتيجه ان انا مش قادر اعمل اودي البارت بتاعتي للستيج اللاحقه. فدي سيتويشن لما كنا بنستخدم هاف فول، بيسمح لي يبقى في فليكسبيتي، يسمح لي ان في اللي حصل بيك داون في احد الستيجز ما بيعملش ولا ستارفيشن ولا بلوكج لكلاهما. عندي طب هل الستورج بافر دوت يعني هو بيرفع كفاءة قط، يعني بيخليه يشتغل؟ طيب هل في ليميتس الستورج بافر افكتيفنس؟ هو فعال ان هو يرفع، لكن في ليميتس معينة. انا عندي تو اكستريم كيسز، عندي حالتين طرفيتين نهايتين عكسيتين، ايه هما؟ نو بافر، يا اما هستخدم نو بافر ستورج كاباسيتي ات اول، مفيش ستورج كاباسيتي ات اول، او استخدم انفاينايت كاباسيتي ستورج بافر، استخدم خزين بيني يعني لا بسعة لا نهائية. دول بنسميهم تو اكستريم كيسز، نهايتين تو انس، التو انس ديت يا اما عكس بعضهم، يا اما ما اشتغلتش، ما اشتغل استخدم نو بافر ات اول، او استخدم انفاينايت كاباسيتي ستورج بافر. طيب هنشوف بقى ايه نتيجه الكلام دوت، ده مهم جدا في التحليل بعد كده للترانسفير لاين ستورج بافر، وهنركز على تو ستيجز. هنعتبر ناخد في اعتبارنا في التحليل بتاعنا ان السايكل تايم للستيجز واحد سيم، ده مع ودوت مهم جدا ان احنا قلنا ايه، ان بيحصل فيه بالانسنج، عشان احنا كنا بنعمل في المانوال اسيمبل لاين بنعمل بالانسنج ازاي، ان كل السيرفيس تايم نحاول نخليه نجمع الستيشنز الى مجموعه الجروبس الورك ايمت الجروبس ستيشن، يعني بحيث ان هي تكون المتساوي. نعم هنا احنا هنفرض نفس الفرض دوت، ودوت ديزايربل ان احنا السايكل تايم لكل ستيجز سيم، والسايكل تايم ستيج اللي هي ابطا زمن، ابطا ستيج فيها زمن ابطا، احنا بنقول الستيج بتكون مجموعه من الستيشنز، لان السايكل تايم ستيج هي الزمن البوتل نيك ستيج اللي هي ابطا سايكل تايم اللي هو سيرفيس تايم بتاع ابطا ستيشن فيها، ابطا محطه. طيب ودوت احنا قلنا ده ديزايربل، مرغوب فيه ان يكون في بالانس كده تساوي للسايكل تايم ستيجز، عشان يعمل ان يخلي البرودكشن ريت ثابته، مفيش ستيج تستنى الثانيه، يحصل في ايه؟ سموث فلو. ليميتس اوف ستورج بافر افكتيفنس ان كيس اوف نو ستورج كاباسيتي. تعال نشوف الكيس الاولاني، احنا قلنا في تو كيسز، يا اما يكون ما عنديش خزين خالص ات اول، مفيش ستورج كاباسيتي ات اول، مفيش عندي زيرو كاباسيتي ستورج كاباسيتي، او عندي فاينايت. تعال نشوف اللي هي نو ستورج كاباسيتي. في حاله النو ستورج كاباسيتي البرودكشن لاين احنا كنا بنحسب الافشنسي زي ما كنا بنحسبها عادي، بس هنا بسميها اي نوت
على المصدر اي نود، اللي هي نفس الكفاءه اللي كنت بحسبها في الفض في الـ في الـ في, الـ في الناس اللي احنا اخذناها على اتعلمناه للترانسفير لاين. الكفاءه بتساوي التي سي على التي بي، والتي بي ايكوال التي سي بلس الاف تي دي، عادي خالص. ده في حاله النور ستورج كباسيتي. طيب الاذر اوبوزيت اكستريم الكيز انه وير بافر زون اوف انفاينايت كباسيتي، عندي بقى هنا ساعه لا نهائيه ما بين ستولد بتوين تو اتش بير اوف ستيجز، ما بين البير اوف ستيجز نفسها. انا عندي كذا ستيج تمام، وكل طبعا لو عندي 3 ستيج يبقى عندي 2 ستورج بافر، لو عندي 2 ستيج يبقى انا عندي 1 ستورج بافر. فانا عندي هنا هفترض ان في ما بين الستيج وبعضها في فاينايت انفاينايت، انفاينايت يعني ساعه كاباسيتي ساعه لا نهائيه. اتش بافر زون هاز انفاينايت سبلاي اوف بارتس، يعني كل البافر زون فيها، كل بافر زون عندها قدره دوت يعني مثاليه ما بيحصلش، انفاينايت كاباسيتي انفاينايت سبلاي يعني عندها قدره على امداد لا نهائيه، وبإضافة ان هي عندها قدره ان هي تاكسبت انفاينايت نمبر اوف اديشنال بارتس، عندها قدره ان هي تستوعب وتستقبل عدد لا نهائي من البارتس. نو ستيج ويل بي ايفر بلوكت، ده بالحاله ديت نتيجه الكلام دوت انفاينايت سبلاي اند انفاينايت اكسبتنس. فانا عندي في الحاله دي مفيش في اي ستيج هيحصل لها ولا بلوكينج ولا ستارفيشن، بس طبعا تحت اي سبب للبريك داون، يعني لما يحصل بريك داون مش هيحصل في اي بلوكج ولا ستارفيشن. طبعا بالنسبه للانفاينايت كاباسيتي ستورج بافر دوت ما بيبقاش حدش يقدر يحققه، ان هو مش ممكن انا اقدر احقق انفاينايت سبلاي كاباسيتي او انفاينايت اكسبتنس كاباسيتي، لكن احنا فقط افتراضا هنا بحيث ان هنوصل في الاخر ان احنا هنحدد تو اكستريمز، دايما الافشنسي لاين بتقع ما بينهم. خلينا نكمل الاوفر لاين. طب لو انا عندي ستورج، خلينا نفترض ان احنا عندنا انفاينايت كاباسيتي ستورج، يعني عندنا ساعه لا نهائيه في التخزين، الاوفرول افشنسي شكلها عامل ازاي؟ هتبقى بتعتمد على البوتل نيك ستيج، يعني انا عندي في اكثر كذا ستيج، تو ستيج مثلا البطيئه فيهم هي ديت الافشنسي، بتحدد الافشنسي لللاين ككل. زي ما قلت السايكل تايم بالظبط، السايكل تايم هو الاب تو ستيشن، هي في عندي البوتل نيك ستيج اللي هي سلوست ستيج دوت، وكل ده بنفترض ان احنا عندنا انفاينايت كاباسيتي اللي هي ما ينفعش تتحقق اساسا. يعني الداون ستريم ستيج كود اونلي بروسيس بارت ات ذا اوتبوت ريت اوف بوتل نيك ستيج، يعني لو عندي الداون ستريم ده احنا عندنا اب ستريم وداون ستريم، داون ستريم لو انا عندي في ستيشن واقف هنا ستيشن 1، انا عندي اللي بعد كده اللي هيليني اللي هي ديت داون ستريم ستيج اللي هي اللاحقه، اللي هي المراحل اللاحقه بتعتمد على البوتل نيك ستيج بروسيس بارت ات ذا اوتبوت ريت اوف ايه، يعني هي منتظره لو هي اسرع من الفيرست ستيج، فهنا الفيرست ستيج يعتبر فيها ايه؟ يعتبر بوتل نيك ستيج، فهنا داون ستريم ما تقدرش تعمل بروسيسنج للبارت الا على الاوتبوت ريت بتاع ايه؟ على السبلاي اللي بيجي لها من البوتل نيك ستيج. نفس الكلام Running the upstream stages اللي هي الستيجز اللي هي قبل اللي هي الأولية at higher production rate هيأدي في الآخر أنا أعمل accumulation للإنفنتوري، هزود تراكم الإنفنتوري، إن لو اعتبر إن اللي جاي بعدها هو ده البوتلنيك ستيج. طبعا يهمنا طبعا أناليسيز هنا نوصل إزاي. طيب بالنسبة للـ upper limit إحنا عايزين نوصل في الآخر، إحنا بنتكلم عن infinite capacity storage buffer، إحنا حسبنا الـ E node ده في حالة مفيش ستوري بافر ككل. هنا ازاي نحسب بقى الاوفرول افشنسي؟ هي انا عندي اوفرول افشنسي بتبقى اللي هي زي ايه، بتعتمد على كفاءه الايه البوتل نيك ستيج اللي هي المينيمم فيهم. لو انا عندي كي ستيجز فانا عندي باخد لها المينيمم، ده يجيب لي كفاءه كليه. طب ازاي احسب المينيمم دوت؟ احسب الكفاءه لكل ستيج، لكل ستيج بتحسب بالقانون دوت. انا عندي الاي سبسكريبت كي ايكوال تي سي على ديفايدد باي تي سي بلس الاف كي تي دي، لكل ستيج بحسب لها الكفاءه بتاعتها على انفصال على حده، يعني كل كفاءه ليها في كل ستيج ليها، احنا قلنا السايكل تايم على كل ستيج واحد، كل ستيج ليها ايه فريكونسي اوف ستوب بير سايكل، وعندي داون الافريج داون تايم لكل ستيج تمام. فدوت ده بحسب بيه لكل ستيج الكفاءه، لكل ستيج اخد لها المينيمم، احسب كده الاوفر لاين
efficiency اللي هي ايه infinite. infinite اللي هي ديت بنقول عليها دي الاكستريم كاباسيتي، اقصى كاباسيتي، اقصى efficiency ممكنه لللاين دوت اللي احنا بنحسب. يبقى انا عندي اي نود واي efficient واي finite، اللي هو الاي finite ديت بتخص يعني بترمز الى الانفاينايت كاباسيتي. فانا عندي دلوقتي حالتين حسبت لهم، حسبت الاي نود اللي هي في حاله نو ستورج ات اول، نو ستورج كاباسيتي ات اول، وحسبت هنا الاي انفاينايت اللي هي اوفرلود لاين افشنسي في حاله انفاينايت كاباسيتي الساعه النهائيه. في اي خط انتاج ترانسفير لاين هتقع ما بين الاثنين دولت، ما بين الاي نود الاي نود والاي انفاينايت. مهما عملت فهي دايما الاي بفر حسب البفر كاباسيتي بتاعت، طبعا ما فيش بفر بيبقى انفاينايت، فان الاي بي دايما بتقع ما بين اي نود واي انفاينايت. تمام. ده لابد ان احنا ناخده. اذا انا بحسن بقى بحط انا عندي ترانسفير لاين قررت لاني اعمل تو ستيجز، احسب الاي نود لللاين ككل without any buffer، احسب الاي انفاينايت لكل ستيج لوحده، الاي كيف اجيب لها المينيمم لكل ستيج اللي هي هتبقى الافشنسي اوف ذا نيكست ستيج. الاي بي بتاعتي مهما عملت هتكون لازم تقع منه، بحاول اكبرها قدر الامكان عشان تقدر توصل الاي انفاينايت، لكن ما بتقدرش تتخطى توصل او تتخطى الاي انفاينايت.